السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كنتواجدوا بالضبط من مدينة مكناس الأخت سعيدة اللي تفقد لها البصر ديالها، اللي كيف مشتوا كاملين يعني هذه الإنسانة، واحد الإنسانة اللي هي متشبتة بالله وكتقول لك هذا الشيء هذا قدر الله، اللي يعني كتمة شي حاجة في الصدر ديالها لداخل، وبحسب داك الشيء اللي يعني كيضرها في القلب ديالها لداخل. وبالنسبة للناس اللي كيخليو لها شي تعاليق اللي هي سلبية، وكاين الناس اللي يعني كيخليو لها شي كومونتاريوس اللي يعني كيضروها في الخاطر ديالها. وكنا سمعنا بإلا الأخت سعيدة بإلا راها تزوجات وهذه، والمهم حنا راحنا معاها وغادي نسولوها. أختي سعيدة مرحبا بك على جريدة المغرب الحر. شكرا لك خويا، ربي يخليك. شنو كتقولي لنا على ديك القضية ديال الزواج؟ كنقول بها ان هذه كانت مجرد هضره وصافي، ما كاينش شي حاجه اللي بصح، لان كما كتشوفوني انا راه مازال في مكناس. هذيك مجرد كنت انا وداك ساعه في الطبيب، وكنت كندوي بان بغاو، كنت كندوي مع الخوت ديالي وديال قناه الدار بان بغاو غير يفاجئوا عليا، حيت كنت في واحد الحاله انني متبعه عند الدكتور، عندي الدكتور نفساني تحيه ليه كبيره، وخرج ليا الدواء علاش، حيت انا كنت في واحد الحاله اللي راكم كون راه كلشي كنعرف كيفاش يعني كانت اختي سعيدة. سمعنا دخلتي في واحد الحاله هيستيريا بطبيعه الحال، حيت هذا الشيء راه حتى شي حاجه، حتى واحد في هذه الدنيا ما غادي يتقبل هذا الشيء، وهذه راه شي حاجه اللي صعيبه بزاف بزاف معنى الكلمه. وكانت مجرد هضره، سولوني انا الخوت ديال قناه الدار، هما تحيه لهم كبيره من هنا من هذا المنبر هذا، سولوني قالوا لي واش الناس كيتصلوا بي، قلت لهم اتصلوا بيا ناس فعلا، وكل واحد شنو كان قول بان الناس يعاونوني هكايا. منهم واحد الانسان من مدينه فرنسا قال لهم، قال لي بانني انا ان شاء الله ندخل المغرب ونتزوج بك ونديك تعالجي. ما غاديش نقول داك الشيء انه تيكذب ولا هذه، مازال كيتصل بيا لحد الان، مره كيتصل بيا كيسول فيا وداك الشيء، ولكن كما كتشوفوا مازال ما كاين لا زواج ما مشيت ما والو، انا مازال موجوده في مدينه مكناس خويا. يعني والعمليات اللي درتي اختي؟ العمليات اللي درت 4 ديال العمليات، درت الاولى هنا بمدينه مكناس، ودرت 3 بمدينه فاس، والعمليات الاولين وداك الشيء ما نجحوا ليش، ولكن التاليه وداك الشيء كان بان العين اليمنيه شويه شت بها شويه ديال الضوء، وقال لي الطبيب تسنى الله كاين امل، والامل في املنا في الله كاملين سبحانه وتعالى ونعم بالله. بالنسبه لي دابا كتشوفيني انا كتشوفيني شويه وصافي، كيبان لي بحال دابا الخيال ديال الانسان كحال هكا شي واضي، وواحد دابا الوانس ماشي كاملين تنفرق الوانس، اغلبيه مثلا الكحل راه كيكون باين، ولا الابيض هو اللي تنحقق فيهم، اما مثلا الوانات الاخرين هكا واخا كيكون شي لون كيبان لي بصفه اللون كحل، فهمتي اغلبيه كيبان لي كلشي هكا كحل ولا هكا يا شويه الابيض وصافي. يعني بالنسبه للعين اليسريه ميؤوس منها؟ العين اليسريه الدكتور ديالي تحيه ليه الاستاذ بروفيسور بن عطريه بان قال لي العين اليسريه تقطعوا لي العروق. وبالنسبه للعين اليمنيه؟ العمليه كاين كما قلت لك كاين امل، واملنا كاملين في الله سبحانه وتعالى كنتسنى الله. يعني مازال غادي ديري شي عمليه اخرى؟ بالنسبه ما عنديش امكانيات باش غندير شي عمليه كبيره على انني باش نولي نشوف، ما عنديش خويا امكانيات، حيت كاين شي عمليه كبيره كيخصها امكانيات، وانا ما عنديش، انا واحد الانسان على الحال كنت خدامه بحالي بحال اي وحده وداك الشيء، وما عنديش، وكنتمنى من خوتي المغاربه سواء خارج ارض الوطن ولا داخل ارض الوطن ما ينساونيش ويعاونوني باش نداوى حتى انا وداو لي عويناتي وربي يدير لي فيها الخير. يعني رغم هذا الشيء اللي وقع لك وهاد المشاكل اللي طحتي فيها وهذه، يعني انت مازال متشبته باش ديري العمليه وباش انت تعيشي بحالك بحال ايها الناس؟ بطبيعه الحال ديما تنطلب الله، ديما تنطلب الله، وديما تنطلب هكا شي محسنين، اللي تنطلب الله ربي يرسل لي شي محسنين اللي عاونوني واللي وقفوا معايا وداك الشيء، وفي نفس الوقت ديما اغلبيه تنطلب الله بنهار وبالليل باش يرد ليا ضوء عينيا وتا انا نتشافى ونولي نخدم على راسي كما كنت ونكمل الحياه عاديه. كيف ما سمعتوا خوتي المتتبعين ديالنا، هاد السيده هذه ما كتطلبش حاجه اللي هي كثيره، كتطلب يعني المحسنين باش يتعاونوا معها ودير شي عمليه يعني باش يرجع لها الامال في واحد العين اليمنيه. كيف ما غادي تشوفوا دابا فاش غادي تحيد النظر، الا كيف
يعني شي ناس اللي كنشوفهم كيديروا واحد التعاليق هي ما كتعجبش بإلا راه كتشوف هذه غادي تشوفوا هذا الشيء على المباشر. اختي يمكن لك توريهم عافاك باش حتى الناس تاكد. هانتوما كيف ما كتشوفوا العين اليسريه راه ما كايناش، والعين اليمنيه راه دارت واحد العمليه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، اربعه د العمليات اختي. اربعه د العمليات صافي اختي، ردي دوك النضيضرات. المهم كيف ما كتشوفوا اخوتي، الاخت سعيده عاشت واحد الظروف اللي هي خايبه وخايبه بزاف، وكنتمنى من جميع خوتنا المغاربه يعني الاخت سعيده ما غاديش نبقاو نضربوا فيها ونقولوا غلطت ولا هذه، هذاك الشيء قدر الله، هذاك الشيء قدر الله. السيد راه في دار البقاء وهي راه هي في الدنيا دابا، وحتى هي راه ما كتقولش فيه شي كلام دلعيب ولا شي حاجه، غادي تسمعوا التصريحات ديالها من فمها. كي بالنسبه للسيد اللي هو كان معاك يعني فسري لنا اكثر شنو هذاك الانسان. انا اليوم انا هذا شي مره كنبقى ما تيقت ان ما كنت ما بغاش عقلي يتقبل بانه مات، واليوم انا هذا شي مره كنبقى غير مع راسي هكا بيني وبالله كنقول مستحيل ذاك الانسان يكون مات، وانا كنتمنى من الله وكان هي ما ماتش، انا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى، وديما كنقول لك كلشي كون كنبقى بالحياه وخا كنبقى بالحياه كنت غادي نسامحو. علاش انا عارف داك الانسان تنعرفو المده ديال قبل ما كان كيهضر معايا كنهضر معاه، كنت انا كاريه في هذيك الحومه وتنمشي تنخدم على راسي وتنجي لداري كيما بحالي بحال الناس، وما عمر الانسان اداني بشي هضره خايبه وما عمرني اديته بشي هضره خايبه، وكانت بيني وبينو واحد المعامله زوينه بحال شي اي واحد مع صديقه ديالو اي واحد بعثو، ما كانش بيني وبينو حتى شي حاجه اللي خايبه كاع، ما عمرو هز فيا العين، ماشي ان مات ولا كنقول فيه شي حاجه خايبه، لا جامي ما غاديش نقول فيه شي حاجه خايبه، وديما تنطلب الله، انا اقسم لك بالله والله الله شاهد عليا ديما بيني وبين الله كنقول يا ربي تسمح له، وانا مسامحه دنيا واخيره، انا بالنسبه ليا انا مسامحه دنيا واخيره ومسامحه من قلبي. علاش وهذا الشيء هذا كامل راه باغ تقبلوش العقل ديالي، هادشي كامل انا ما عرفتش ليومين هذا، ما عرفتش كيفاش هادشي هذا، وكنبقى نفكر بزاف حتى كنبقى حتى وليت كننسى حتى ولا العقل ديالي شي مره كنقول صافي العقل ديالي راه غادي يحبس. يعني كيف ما سمعنا بعض الناس اللي هما في الساكنه ديال لوزين كيقولوا بإلا داك السيد وداك السيده اللي كانوا غادي يعني العلاقه ديالهم غادي تتطور وغادي ينتج عليها زواج. داك الانسان كنهضر معايا في الزواج، هضر معايا في الزواج، ولكن كنت مره لا كنت قلت له ان شاء الله لكن شي حاجه مكتب في مكتب الله راه كل شيء في بيد الله، ولكن فجاه واحد النهار الوالده ديالو انا ما كنتش كنعرفها وخرجات فيا بحال هكا وسباتني وداك الشيء وهادي، وقلت لها شوفي قلت لها شوفي يا شريفه انا ولدك ماشي انا راه مثلا مشيت عنده ولا بتقولي انا ولدك داك دايالو شي حاجه ولا دايالو فلوس راه ما دايالو حتى شي حاجه، وراه الله شاهد عليا ولا داك الولد ولا داك الانسان انا بيني وبينو شي حاجه اللي خايبه، قلت لها وانا ولدك راني ماشي انا تنمشي تنقلب فيه ولا شي حاجه، المهم بقات كتعايرني وكتهضر شي هضره ماشي هذيك، ورغم ذلك انا متفاهمه مرا كبيره وداك الشيء داك الهضره ما ديتش عليها، ومور داك الشيء فاش ولا قال لي سعيده انا باغيك وداك الشيء، قلت له شوف ولد الناس واخا انت باغيني راه الوالده ديالك راها ما بغاتش، وبانني انا كانوا الناس كيعرفوا داك الشيء وصلوا له الميساج قالوا له بان الوالده ديالك راه تلاقات هذيك البنت وشنو شنو، وقلت له بحال هكا قلت له الله يرحم لك الوالدين شوف لك شي بنت الناس وحده اخرى، انا راه مهما الوالده ديالك دارت لي بحال هكاك وطلقاتني وسباتني وعيرتني راه انا ما غاديش تبغي امك ما غاديش تبغيني، ودير الري ديال والديك الله يسهل عليك. صافي بقات بحال هكاك ما كاين حتى شي مشكل ما فراسي انا حتى شي حاجه، نهار اخوتي اللي وقع المشكل فجاه اليومين هذا ما عرفتش ما كانتش عنده شي علاقه مع بنت اخرى يعني اللي يعني ما كما كنقولوا كما قلتي انتيا قلتي بإلا انت ما عرفتيش هذا المشكل كيفاش وقع لك وما عرفتيش هذا الشيء اللي انتيا طحت فيه وجاك داك الشيء يعني غريب بحال الشكل كما نقولوا سحور ولا هادشي. بالنسبه للعلاقه انا ما غاديش نقول شي حاجه، انا داك الشيء ما شفتوش بعيني حيت انا واحد الوقيته ما كنتش جالسه هنا في مكناس، كنت انا في مدينه العيون 4 سنوات وانا تما، فاش جات هاد الوباء هذا فاش جا الوباء وداك الشيء هي فاش استقريت انا هنايا في مكناس كنت كنتسنى على ما يدوز الوباء وداك الساعات غادي نسافر باش نخدم على راسي. وبالنسبه باش كان كيعرف
انسانه واحده اخرى. انا سمعت غير الناس تيهضروا كما تيقولوا، ما غاديش نقول شي حاجه باش تبعيني. كل الناس كيقولوا بانه كان كيعرف شي وحده اخرى وكان باغي يتزوج بها والوالده ديالو رفضات وما عادش داكشي، وفي سبب هذيك الانسانه هي فين كان هو الله يرحمه كان ضرب وجهه وداكشي، وسبب داك الانسانه حيث كان ولد معاها ولده. وهاد الهضره هو كان قالها لي فاش جات طلبني الزواج وداكشي، قال لي انا راني عندي كنت كنعرف واحد الانسانه، قال لي وكنت كنبغيها بزاف، قال لي ولكن راه وقع مشاكل وداكشي. قال لي راه هي بانها هي مشات سافرت لشي بلاد واحده اخرى بدون ما تعلمه، ودات الولد اللي كيقول بانه هو كان كيقول بانه ولده الله اعلم داكشي، الله اللي كيعلم داكشي بيناتهم صافي. وكان قال لي انا ندير ولد معاها عنده عام ونص ولا عامين، قال لي ولكن هي مشات وعيس ما كنقلب عليها وما لقيتهاش، قال لي كنت باغيها الحلال وداكشي صافي. هي فاش جبد معايا داك الموضوع. يعني دابا الاخت سعيده دارت واحد القناه في اليوتيوب اللي يعني يمكن تقدم القناه ديالك للمتتبعين. القناه ديالي اختي سعيده ودخلها بسعيده ودير الاسم ديالي ديال اختي غيتا سعيده غيتا. وكنتمنى كما قلت لكم ما تنساونيش، وانا حتى انا اختكم كما كان الحال حتى انا اختكم، وكنبقاو الحمد لله خوت في الاسلام وشكرا لكم بزاف. يعني كنشوفوا بنت خالتك كتهز معاك واحد الحمل ثقيل. بنت خالتي كما قلت لكم هي السند الواحد ديالي من الاول حتى لدابا، وكنتمنى من الله ربي يعوضني باش نعوض لها كما تيقولوا ولو غير شويه ماشي اللي دارت معايا. كنتوقع معايا هي الخاله ديالي، خاله ديالي نعسات معايا في طبيب العمليه الاولى، وبنت خالتي غيتا نعسات معايا تقريبا راه شهر ونص ولا جوج ديال الشهور حنا في الطب، ما تيبغيش نعسات مسكنه معايا وتعذبات معايا وقاصات بزاف ديال الحوايج. هي اللي حد الامس كنا هي اللي لقيت في جنبي اللي واقفه معايا وكتساندني، واي حاجه المهم اي حاجه تديرها ليا وكنشكرها بزاف. وتنتمنى من الله ربي يجازيها باللي فيها الخير ويسهل عليها، وتنتمنى من الله ربي يشافيني ونعوض لها غير شويه. حنا الامنيه ديالنا نبغيو اختي سعيده يعني حتى هي ترجع لحياتها الطبيعيه ودير وليدات حتى هي، ولما لا حتى هي عاوتاني تبرز وتركب في العماريه وتنسى هادشي اللي داز عليها. يعني هادشي هذا كامل يبقى غير معاوده، يعني داكشي اللي ما حققتيهش انت في راسك تحققيه في الوليدات ديالك. كاينه؟ اه شنقول لكم صراحه انا ماشي حتى شي وحده ما كتكره انها تزوج ودير وليدات. كنت كنفكر واحد قبل ما يوقع لي هادشي كنت كنفكر انني نتزوج وندير وليدات هادي، ولكن دابا خوتي صراحه الاهم كنقول هي عويناتي. علاش؟ ما كاينش مثلا شي واحد غادي يتزوج بواحد الانسانه، ما كيفاش واحد الانسانه ما كتشوف ما حتى شي حاجه وفهمتي غادي يتزوج راه شي حاجه. نقطعك اختي سعيده بعد على هذه الهضره اللي قلتي، ربي عز وجل راه ما يمكنش، راه حنا شناهم في مواقع التواصل اللي مكفوفه ما عندهاش رجلين ما عندهاش اليدين وتزوجات، وحده بصيره وتزوجات، ديما تكون عندك كبيره في الله عز وجل. الزواج بطبيعه الحال انا الحمد لله ديما عندي ثقتي في الله، ما عمر ربي خيبني وديما تنطلب الله وثقتي في الله هي كل شيء. ولكن اخوتي بالنسبه لنا لهذا الشيء اللي داز عليا ماشي ساهل، فهمتي الشيء اللي داز عليا كما قلت لكم ما كنت ما عمرو طاح ليا هكا شي مره على بالي، ما كنت شي ما كنت كنتوقعو كاع. او مثلا قاسه كما تنقولوا ما بيك ما عليك، ما بين جوج دقائق كل شيء تقلب، راه شي حاجه ما اليومين هذا خوتي مرضت ودابا عايشه غير بالدوايات وكنعس غير بالدواء وداكشي، واغلبيه ما تنعس وداكشي، وهادشي كامل ما غاديش ما بغاش يتنسى ليا وما عمرو غادي يتنسى ليا. وكنطلب الله يدير شي تاويل ديال الخير لينا ولجميع المسلمين وليكم. شنو الامنيه ديال الاخت سعيده؟ امنيتي خوتي هي يبراو ليا عويناتي ونولي كما كنت، هذه هي الامنيه ديالي. ونوقف حتى انا فاش كنت بعويناتي وداكشي وباريه نوقف مع اي وحده واي واحد، وتولي سعيده اللي كانت اللي كيعرفوا عليا بزاف ديال الناس خدمت معاهم الحمد لله، اللي ما عمري بانني ديت شي هضره خايبه مع شي واحد ولا هادي ولا هادي. تنى اللي وقع هذا المشكل راه شنقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. وامنيتي خويا هي عويناتي يبراو ليا ونولي نخدم على راسي، وداك الساعات جاب الله الزواج مرحبا، ما جابش الله مرحبا، وحنا غاديين ما نعرفوا ربي شنو مكتب لنا، حنا غاديين في الدنيا حتى ربي يدير لنا اللي فيها الخير كاملين. شنو الرساله ديالك لخوتنا المغاربه اللي كيشوفوك عبر العالم؟
رسالتي كنشكرهم بزاف، وكنشكر كاع اللي عاونوني ولو غير بهضره زوينه ولو غير بدعوه زوينه، واللي كيسولوا في سعيده ديما كنشكرهم بزاف، سواء خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن. كنقول لهم شكرا جزيلا، وشكرا كاع اللي جاوا عندي. كاينين واحد السيده اللي من هنايا مكناس، هي والبنت ديالها، دابا كنتمنى لها الشفاء العاجل، وكنتمنى لاختي احلام والحاجه، تنتمنى لها الحاجه الشفاء العاجل واختي احلام التوفيق في المسيره ديالها ويسهل عليها ربي. وكنتمنى الشفاء لواحد الميمه اللي هي من مدينه فاس، اللي راها دابا في الطبيب وداك الشيء، قالت لي انها غدير العمليه. تنتمنى انا من الله ربي يشافيها ويردها لوليداتها ويخليها لوليداتها ويردها على خير وبخير، والله يجازي الجامع باللي فيها الخير. وشكرا لكم كاملين. اختي سعيده، يمكن لك تقولي الرقم الهاتف ديالك بالنسبه للناس اللي غادي يشوفوا هذا اللايف هذا يقدروا يتعاونوا معاك؟ الرقم ديال الهاتف ديالي باقي هو 06 72 90 09 50، هذا هو الرقم ديالي خوتي. كيف ما سمعتوا خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، بلا داكشي اللي كان كيروج في مواقع التواصل بالنسبه للزواج، داكشي راه مازال في يد الله، يعني السيد راه مازال كيتواصل معها مره، ولكن شي حاجه اللي هي مضبوطه وكاينه راه مازال في هذه الساعه ما كاين والو. هي تقطعه كبيره وتقطعها في خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، بالله السيده هذه مازال عندها يعني واحد الامل باش تشوف بواحد العين اليمنيه. وكنتمناو خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن اللي ما عندوش باش يعاونها ولو غير بالدعاء، الله